بشارة متى الأصحاح الأول. هذا نسب يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا وإخوته، ويهوذا ولد فارس وزارح من ثمار، وفارس ولد حصرون، وحصرون ولد آرام، وآرام ولد عمي نداب، وعمي نداب ولد نحشون، ونحشون ولد سلمون، وسلمون ولد بوعز من راحاب، وبوعز ولد عبيد من رعوث، وعبيد ولد يسى، ويسى ولد داود الملك. وداود ولد سليمان من امرأة أورية، وسليمان ولد رحبعام، ورحبعام ولد أبية، وأبية ولد آسى، وآسى ولد يوشفاط، ويوشفاط ولد يورام، ويورام ولد عزية، وعزية ولد يوثام، ويوثام ولد آحاز، وآحاز ولد حزقية، وحزقية ولد منسة، ومنسة ولد آمون، وآمون ولد يوشية، ويوشية ولد يكونية وإخوته زمن السبي إلى بابل. وبعد السبي إلى بابل، يكونية ولد شألتئيل، وشألتئيل ولد زروبابل، وزروبابل ولد أبي هود، وأبي هود ولد أليقيم، وأليقيم ولد عزور، وعزور ولد صادوق، وصادوق ولد أخيم، وأخيم ولد أليود، وأليود ولد أليعازر، وأليعازر ولد متان، ومتان ولد يعقوب، ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولدت يسوع الذي يدعى المسيح. فمجموع الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلاً، ومن داود إلى سبي بابل 14 جيلاً، ومن سبي بابل إلى المسيح 14 جيلاً. وهذه سيرة ميلاد يسوع المسيح. كانت أمه مريم مخطوبة ليوسف، فتبين قبل أن تسكن معه أنها حبلى من الروح القدس. وكان يوسف رجلا صالحا، فما أراد أن يكشف أمرها، فعزم على أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر، ظهر له ملاك الرب في الحلم وقال له: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأة لك، فهي حبلى من الروح القدس، وستلد ابنا تسميه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. حدث هذا كله ليتم ما قال الرب بلسان النبي: ستحبل العذراء فتلد ابنا يدعى عمانوئيل، أي الله معنا. فلما قام يوسف من النوم، عمل بما أمره ملاك الرب، فجاء بامرأته إلى بيته، ولكنه ما عرفها حتى ولدت ابنها، فسماه يسوع.